يزين البنات ويزين حناهم. الا بقول لك يا ابوك الليله ما قلتي لي يدي حازنه، نسيتي؟ يدي عافيه حازنه. الا قولي لي سلوم وينه؟ ما اشوفه. يدي نسيت ان سلوم مريض مو صاحي. يا ابوك هالايام قمت انسى، بعد يا ابوك من الضغط اللي وياي، بعد والله العالم الله. ايش تبين حزايه؟ كيفي؟ بقول لك حزاية زينة عن الحطاب. صلي على النبي يا ابوك. اللهم صلي وسلم عليه. ما يانا وياكم الا خير اللي فانا ولفاكم، وشر تعدانا وتعداكم عنا وعن السامعين. ذاك الرجال الشايب اللي قاعد بذاك الكوخ وهو ومرته، ولا اصبح الصبح اخذ الحبل والفاس وراح القابه. السلام عليكم يا ابو البنات. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يعينك يا ابو البنات. ثلاث بنات وامهم. الله يرحم حالك وحالهم. يعين الله. وفي السماء رزقكم وما توعدون. ان الله يعلم وانتم لا تعلمون.
وعليكم السلام. يا هلا يا هلا يا بنيتي. هلا، شلونك عمي؟ الحمد لله، انت شلونك بنيتي؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. انا ضاق صدري وهذا، قلت هي اوسع صدري عند ابوي. يلا من رخصتكم. حياك الله. ايش فيك يا ابو؟ متضايق؟ سلامتك يا بنيتي، ماكو شيء. أنا جبت لك غداك وبروح أساعد أمي. قواك الله يا بنيتي. ديري بالك على أمك. الله الله فيها. لا توصي حريص يبا. يلا مع السلامة. مع السلامة. السماء رزقكم وما توعدون. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الحطب؟ لا ما نبي، شرينا اليوم. من منا شريته؟ من حطاب ثاني يه قبلك. ما يخالف، سامحني يا ابو البنات، كنت بالحطب بسرعه عشان اطبخ حق الاهل عشاء. ان شاء الله ان شاء الله باكر اشتري منك. على خير ان شاء الله. أنا خايفة على أبوي وايد. اليوم يوم رحت له كان تعبان ومو هو قادر يشتغل. يا حسرتي على أبوك، يا حسرتي عليه. يمه أنا بروح أدور. وين رايحة؟ بروح أدور على أبوي ولازم ألاقيه. مو يمكن. مو يمكن شنو؟ ولا شيء ولا شيء يا يمه. اديني اديني. السلامة يوبا. الله يسلمك يا بنيتي. كنا نحاتيك أنا وأمي وخواتي. وليش تحاتوني يا بوج؟ ليش نحاتيك؟ لأنك صيفت علينا. بس علشان كذي؟ وبالبنات؟ وراك ما بعت الحطب؟
ما بعته. ليش؟ اي صيفت على واحدة كل يوم تشتري مني، يوم شافتني صيفت شرت من غيري. اكيد هذا الحطاب صالح، اكيد وهو دائما يتعمد انه يضرك ويخرب عليك. ليش؟ سكتي يا بنت الحلال سكتي، ما حد ياخذ رزق احد. اليوم ما الله رازقني منها، خلصنا. الحمد لله، الحمد لله على كل حال يا ابو البنات. انا خاشه شويه تمر وخبزتين من امس، انت قاسمهم انا والبنات والحمد لله. الحمد لله. يمه شنو عشان الليله؟ تسأليني يا نجوى؟ هذا احنا كل يوم ناكل وجبه، الله يسامحك، عمرك ما حسيتي في ابوك المسكين، عمرك ما حسيتي. لا تحسبون حسابي اليوم على العشاء ولا انا ولا يهمك يا ابو البنات، نجوى هي دايما كذي، لكن عقلها صغير. يا بنت الحلال البنات ما يلامون، يشتهون ياكلون لحم، ياكلون دياء، ياكلون خضره، النفس ما تشتهي، لكن شو اسوي؟ ماني قادر اجيب لهم اللي بخاطرهم، شو اسوي؟ العين قصيره واليد قصيره. ولا يهمك يا ابو البنات، على كيفهم، ما يذبحهم اللي يوعل لهم. يلا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد القهار. يا الله على بابك ولا خاب طلابك. يا كل العافية يا يمه، لا تحاتي الحين بي أبوي ومعاه اللحم المحموس، انت كل همك على بطنك وبس، ما تعرفينها بطينية.
الحمد لله على السلامة يا ابو البنات. الله يسلمك. يلا ابو البنات انت مسخن. انا كم مرة قالت لك كم مرة قالت لك لا تجهد نفسك يا ابو البنات. ايش تبين اسوي يعني؟ شلون والله اخليكم يواعة تموتون من اليوع؟ لك يا ابو البنات تأدي نفسك وعمرك علشاننا وما نقول لا. يا ليلى. نعم يما. جيبي ماي بارد وخرجي حق ابوك. يا أمي إيش في أبوي؟ شيء أشوى تبي تاكل يوبا؟ يا بوتي ودي أكل. أنا حاس إني بموت من اليوع والعطش. يا الله. Ah.
بسم الله الرحمن الرحيم. وفي السماء رزقكم وما توعدون. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الحين الناس اللي بالسوق كلهم يعرفوني، معقول يصدقون ان واحد فقير معدوم مثلي عنده المجوهرات؟ عندي فكرة، ليش ما ابيع خاتم الياقوت اليوم وباكر اسافر للبلدة اليمن وابيع كل اللي في الصندوق؟ السلام عليكم. عليكم السلام. أمر حاجة؟ طال عمرك عندي هالصيغة، الحقيقة هذيلة ملوت أمي الله يرحمها، كانت صديقة حق زوجة الشاه بندر وعطتهم أمي، فعاد الحين ورثتهم عن أمي عقب ما ماتت الله يرحمها، والحين أنا حدتني الظروف وببيع. ولا همك، أنا أشتريهم بمئتين درهم. مئتين درهم؟ إيه رخيص؟ لا 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 لا، أنا 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 بس أسأل، يعني الحين هذيل كذي غاليين؟ هي غالي وثمنه فيه، ما حقيته منه كذي، موافق؟ موافق.
تفضل. هذا الحين 200 درهم. انا على بالي الكيس كله 200 درهم. مساك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أجيب كم الحمار الطيب؟ 15 درهم. 15 درهم؟ اي نعم. وهي شدته ها؟ اي نعم. هذا من الحين يا عافية. مبارك. خذي بخذي. هذا 15 درهم. خلص 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 خلص. شوف شوف شو داخل؟ شو الخير؟ أمينة قومي. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي السماء رزقكم وما توعدون. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. وفي السماء رزقكم وما توعدون. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يجعلنا من عباده المؤمنين التوابين، والله يرزقنا من نعيمه. قولي آمين يا بوج. آمين يا رب العالمين. يا الله انك ترزق وتوفقنا يا رب. الأولين يا عيالي ما خلوا شيء للتالي.